السمنة أصبحت هي التدخين الجديد بكل ويمكن أخطر من التدخين، لأن التدخين ما بيعملش 42 مرض أو 54 مرض، السمنة بتعمل 54 مرض. ما هي السموم البيضاء؟ السموم البيضاء الهيروين والملح والسكر والدقيق والدهون. عمليات تحويل المسار هي عملية بتعتمد على حاجتين كبار جدا، إن أنا بقلل كمية الأكل وبقلل امتصاص أنواع من الأكل. دايما المريض يسأل يقول هتبدأ الأمور دي تظهر علي إمتى؟ انخفاض الوزن شكله هيبقى عامل ازاي في العاله، في العاده، في اليوجوال؟ هيختلف من شخص لشخص، بس اليوجوال بيكون ايه؟ سكر. السكر من النوع الثاني، كل ما كان مصحوبا بسمنه بنقول انت بتتكلم في شفاء. في فرق بين انك انت عندك سكر وبتاخد له علاج وانك لم تعد مريض سكر. انت لم تصبح مريض، انت ما عندكش سكر. السمنه والسكر هو باء يجتاح العالم. الصالح الهام جدا لمريض السمنة، الصالح له، المناسب له انه ينقذ نفسه في اقرب فرصة. السمنة شبح قاتل، مش شبح، واقول ان هو مجرم قاتل. الدكتور ياسر عبد الرحيم، استاذ جراحات السمنة والسكر والمناظير والاورام، كلية الطب جامعة عين شمس، أستاذ جراحات السمنة المفرطة، استشاري جراحات المناظير، كلية الطب جامعة عين شمس، عضو الاتحاد العالمي لجراحات السمنة IFSO، عضو الجمعية المصرية لجراحات السمنة. أهلا بكم، النهاردة يوم مهم جدا في عالم السمنة، عنوانه ثنائي التقسيم تحويل المسار. تحويل المسار وثنائي التقسيم، طبعا تحويل المسار ما زالت وستظل لفترات طويلة إلى ما شاء الله هي الجولد ستاندرد، زي ما بيقول معيار الذهبي لجراحات السمنة، تحويل المسار. لكن خلي بالكوا هذه العملية لها تأثير هام جدا سواء على السمنة كمرض أو على توأم السمنة، توأم الشرير السكر من النوع الثاني، والسكر من النوع الأول إذا كان مصاحبه وسمنة تحسنه بشكل كبير. السكر من النوع الثاني ده متلازمة لوحده، لدرجة إن في كتب دلوقتي ومرجعيات طبية تتحدث عن السكر من النوع الثاني منعزلا نسبيا عن السكر من النوع الأول، هما الاثنين في نفس الشابتر، بس تكلم على الديابيتك 2 وتقول لك عليه ميتابوليك سندروم، تكلم عنه وتربط بينه وبين السمنة ربطا وثيقا جدا. جاء بشكل ما جراحة السمنة المتمثلة في تحويل المسار لكي تحل مشكلة السكر من النوع التالي لمرضى السمنة أو مع مرضى السمنة المفرطة بشكل يدعو للإعجاب. هنفهم النهاردة مش بس العملية، أسرار ما وراء هذه العملية، تأثيرات. هي مش أسرار، هي أصبحت تأثيرات واضحة، بس خلينا نقرب كما لو كنا بنضح العملية تحت الميكروسكوب بشكل كبير جدا في حوار علمي دقيق للغاية. وأنا نفسي النهاردة متشوق أن نفهم كثير بيتعلق بهذه الجراحة وتأثيرها على السكر والضغط بالمناسبة مع تأثيرها على السمنة المفرطة. النهاردة حوار متقن للغاية، ممتع للغاية، مع ضيفي العزيز القيمة العلمية الكبيرة والاسم الكبير في هذا المجال، أستاذنا الأستاذ الدكتور ياسر عبد الرحيم، أستاذ جراحات السمنة والسكر والمناظير بكلية الطب جامعة عين شمس، أستاذ بقسم جراحة السمنة والسكر بكلية الطب جامعة عين شمس، عضو الاتحاد العالمي لجراحات السمنة والسكر الإفسو، وعضو الجمعية المصرية لجراحات السمنة. نورت الدكتور ياسر وسعيد جدا بهذه الزيارة الجميلة. اختيارك النهاردة لتحويل المسار من كلوز أب على تحويل المسار، لماذا بقى التعبير كلمة كلوز أب؟ عمليات تحويل المسار بأنواعها، في أنواع منها في تحويل المسار الكلاسيكي، تحويل المسار المصغر المعدل المؤمن، تحويل المسار ثنائي التقسيم. تبقى عمليات تحويل المسار هي العمليات الذهبية لجراحات السكر والسمنة، وهذه العمليات لأن هذه العملية بتشتغل على المعدة والأمعاء مع بعض،
بتشتغل على المعدة والأمعاء، لأن ثبت لدينا أن متلازمة الأيض اللي حضرتك تفضلت وقلت عليها في الأول، اللي هي السمنة المفرطة مع السكر من نوع التاني مع زيادة دهون الدم مع زيادة ضغط الدم، الحاجات دي كلها بقت مرتبطة بالجهاز الهضمي، وان احنا الجهاز الهضمي لو قدرنا نغير وضعه التشريحي هنقدر نعمل ثورة مضادة لل 52 مرض دول. احنا اتفقنا متلازمة الايض للميتابوليك سندروم دي عبارة عن 52 مرض، من سكر لسمنة لدهون دم لنوبات قلبية لحاجات كتير جدا. هذه الأمراض كلها لقينا إن المشكلة عندنا تكمن في المعدة وفي أول 2 متر من الأمعاء. فجمال وسحر عمليات تحويل المسار بأنواعها المختلفة، يعني هتلاقي في جراحين بيفضلوا تحويل المسار الكلاسيكي، في جراحين ودول وفي دول كمان تفضل تحويل المسار الكلاسيكي زي أمريكا. مثلا في دول تفضل تحويل المسار المصغر المعدل المؤمن، بقية العالم بأوروبا بالظبط. وفي دلوقتي طلع موضة حكاية التكميم مع تحويل المسار ثنائي التقسيم اللي هي الساسي أو الساسو. كل عمليات دي على بعضها بتشترك في فكرتين، انك انت بتصغر جزء من المعدة مع توصيل المعدة بالامعاء باطوال معينة وبقياسات معينة، وبهذا بننتج ثورة في الجهاز الهضمي لمساعدتك ضد امراضك اللي هي السمنة والسكر من النوع التاني. وهذه العمليات بتجرى النهاردة بأحدث دباسات أمريكية ثلاثية بنسب أمان 99.5%، بقت من أمن الجراحات على مستوى العالم، ويمكن أكتر جراحات تطورت في 50 سنة الأخيرة كانت هي جراحات السكر والسمنة. لو بصينا لفكرة عملية تحويل المسار المصغر اللي قدامنا، حضرتك لو بصينا احنا بنصغر المعدة طوليا زي ما حضرتك شايف كده، وبعدين بنوصل المعدة بالامعاء على بعد 2 متر من بدايتها. لو بصينا هنا دي بتعمل ايه؟ دي بتعمل 4 حاجات. اولا بتقلل هرمون الجوع جدا، الجزء اللي احنا فصلناه على اليمين ده هرمون الجوع اسمه الجريلين بيقل جدا. هرمون الجوع ده الجريلين ده لما بيقل على فكرة هو ده مش لك المعدة بيته الداء، هو ده الداء اللي جوه المعدة اسمه الجريلين. ان الهرمون ده لما بيقل لوحده بيعمل 4 حاجات: بيقلل حاسة الجوع، بيزود الحرق 10 أضعاف، بيقلل مقاومة الإنسولين في البنكرياس بيفوق ويشتغل أكتر، وبيزود الحرق 10 أضعاف، يعني الحرق بيزيد، ترسباته الدهنية في الجسم بتقل، نهمك على الأكل بيقل، والبنكرياس بتاعك بيفوق. ده مجرد بس ما فصلت الجزء ده. بعد كده بتاكل في الجزء اللي على الشمال الصغير، فكمية الأكل بتقل، ده يبتدي يظبط لك الوزن والسكر. الحتة الجميلة عدم مرور الأكل على أول 2 متر من الأمعاء، هو بقى هي دي القصة. الأسهم الحمراء، لا نرجع للاسم اللي فات معلش، الأسهم الحمراء اللي نازلة اللي هي بتنزل من المعدة على آخر 4 متر على طول بدون ما تمر على أول 2 متر، ثبت لدينا إيه بقى؟ دي أهم حتة عايز أكد على النهاردة، إن أول 2 متر مضرين ليك، آخر 4 متر مفيدين ليك، وخصوصا على مستوى السكر. طبعا على مستوى السكر والسمن لقينا إيه؟ إن أول 2 متر مضرين، بيمتصوا 85% من السكريات، 85% من الدهون، وبيطلع منهم هرمونات اسمها الديكريتنز، دي هرمونات مثبطة لعمل البنكرياس. طب آخر 4 متر دول بيمتصوا الفيتامينات، وبيطلع منهم هرمونات بتنشط البنكرياس اسمها الانكريتنز، وأعمل بقى الثورة الهرمونية. شوف أنا يقول لك إيه الثورة البلشفية، الثورة إحنا هنقول بقى حاجة اسمها الثورة الهرمونية، أن عمليات تحويل المسار تحدث ثورة هرمونية داخل جسمك، إن أنا قللت لك الديكريتنز وزودت الإنكريتنز. وفي رسمة كنت أنا جبناها قبل كده عليها التأثير الهرموني ده، الأسهم الجميلة دي. أيوة. أسهم الهرمونات اللي بتقل. أيوة بالظبط، هنشوفها دلوقتي. هتلاقي دكتور أيمن، يبقى أنا قللت هرمون الجوع وقللت كمية الأكل، قللت امتصاص السكريات والدهون 75%، وفي نفس الوقت كمان قللت الهرمونات المثبطة للبنكرياس وزودت الهرمونات اللي اللي بتشتغل على البنكرياس. طيب لدرجة النهاردة لسه منظمات الأدوية وبتاع بدأوا حديثا بقى يعملوا إيه بقى، ما أنت عارف الطب فيه حروب كده بينهم وبين بعض، يطلعوا الهرمونات دي اللي هي الإنكريتس بتطلع من الأمعاء، بيحاولوا دلوقتي يطلعوا على هيئة هرمونات تحقن أو بالبق. ف
فاهم قصدي ازاي؟ لكن طبعا تاثيرها ما يجيش زي العمليه، فاهم قصدي؟ بالاضافه ان الحاجات دي لما بنستخلصها من بره لها اعراض جانبيه كثيره، ولكن هنا الجمال ان انا لما بعطل لك اول 2 متر وبشغل لك اخر 4 متر، فانا بشغل لك الجهاز الطبيعي الرباني. ما استخلصتش دواء، ما حاولتش اعمل لك حبايه او اعمل لك ابره انك انت تاخدها، لا ده ودايما كل ما كانت الحاجه طبيعيه من عندك من عند ربنا، زي مثلا انت عندكم في البطن عقار الكورتيزون، لما تاخد انت الكورتيزون يعمل سكر ويعمل ضغط ويعمل حاجات، طب ما الكورتيزون بيطلع طبيعي من عندك، لا حاجه تانية بقى الطبيعي الرباني اللي بيطلع من الغده فوق الكلويه دي قصه تانية مختلفه غير لما انت بتاخده كدواء. فهذه العمليه اللي عمليه تحويل المسار زي ما حضرتك قلنا بتعمل ثوره هرمونيه، وعشان كده العين سكره بيتحسن من يوم العمليه. يعني هو العين سكره بيتحسن ازاي؟ عن طريق ان وزنه بيقل مع الوقت، تمام؟ فده بيقل مقاومه الانسولين والهرمونات التاثيرات اللي بتشتغل في نفس يوم العمليه، عشان كده العيان بيبتدي سكره يتظبط من نفس يوم العمليه بالليل قبل ما يخس ولا كيلو واحد. وهو دي جمال وسحر عمليات تحويل المسار في تأثيراتها التشريحية وتأثيراتها الهرمونية. دي مهم جدا تأثيراتها الهرمونية. ثنائي التقسيم. ثنائي التقسيم هي عملية بتشتغل بنفس الفكرة ولكنها قريبة من التشريح الرباني. ثنائي التقسيم فكرتها ايه؟ ان احنا هي عملية اضافت التأثيرات السحرية لتحويل المسار بانواعه المختلفة الكلاسيكي والمصغر، اضافتها الى عملية التكميم، فاصبحت خلت عملية التكميم عملية ذات بعد تحويل مساري، اضافت الثورة الهرمونية اللي قلنا عليها الى التكميم. فاحنا بنعمل خطوتين، بنعمل تكميم معدة وبنوصل المعدة بالامعاء برضو على بعد 2 متر او 2 متر ونص من بدايه. فهنا بتعمل ايه؟ بتقلل هرمون الجوع، بتقلل كميه الاكل، وبرده نفس الكلام بتخلي الاكل يمشي على اخر 4 متر ويقلل على اول 2 متر. احنا فهمنا بقى القصه الساده المشاهدين، اول 2 متر اعدائك، اخر 4 متر احبابك. يبقى العمليه اللي تشغل لك اخر 4 متر وتقلل لك اول 2 متر هتقلل لك امتصاص السكريات والدهون وتعمل لك الثوره الهرمونيه. فهنا التكميم عملية بتلعب في كمية الأكل. هنا بقى كمان قدرت أضيف الثورة الهرمونية، عشان كده هذه العملية أضافت سحر وعظمة وجمال وقوة تحويلات المسار بأنواعها الكلاسيكي والمصغر إلى عملية التكميم. هو ده اللي الحقيقة أنا منبهر بيه، أن جراحي السمنة على مستوى العالم على فكرة فوجئته، يعني عالم الجراحة فوجئ بتأثير جراحات السمنة على السكر. بالظبط كده بالظبط. وجراحي السمنة الحقيقة عندنا في العالم وفي مصر جراحين على أعلى مستوى، يعني أنا أنحني وأرفع القبعة لجراحي السمنة على مستوى العالم الحقيقة، بجد شغل محترم يا دكتور أيمن لدرجة عالية جدا في تطوير الآلات والمناظير والدباسات ونسب الأمان والتخدير والمستشفيات والإكويبمنتس وتطوير الجراحين وتطوير نفسنا وفهم الوضع التشريحي والعمليات ونسيب قد إيه ونوصل قد إيه ودباسات إيه. لا حصلت ثورة رهيبة في عمليات السكر والسمنة في الخمسين سنة الأخيرة. يعني الإكويبمنت بالذات لأنها مدعومة بشركات تسعى زي ما بيقولوا للامان المطلق، لان هي عمليه الكتف في كتير بالاحوال. أيوة عمليه بالزبط. كلمه الكتف دي نشرحها للناس. بالظبط. هي هذه هي العمليات، يعني هذه عمليه غير مثلا يكون واحد عنده زايده منفجره، دي اسمها عمليه عاجله لازم تعملها. لكن لو انت عندك سكر او سمنه انت ممكن تنفع تاخد علاج وتمشي نفسك بيه، ممكن تعمل عمليه الكتف، يعني في حاجه خياريه ولكنها خيار لابد منه. فلما بيكون حاجه خياريه لازم نخلي الحاجه دي تبقى امنه، والامان جه من حاجتين، من التخدير، لان التخدير مرضى السمنه كان بالنسبه لنا مشكله كبيره، النهارده بقى التخدير امن لدرجه لا تتخيلها، يكاد النهارده ما فيش عيان بيروح للعيادة المركزه تقريبا الا فيما ندر، لان دكاتره التخدير بقى اسود او وحوش تخدير الحقيقه. طبعا. وبقى عندهم ادويه، هي كانت مشكله العيان بتاع السمنه ايه؟ في افاقه. الريسسيتيشن. طبعا. العيان لما يجي يفوق مش عارف ياخد نفسه اضطر توديه الرعايه، النهارده بقى في عندنا
أدوية إفاقة، حاجة سحر العيان بيفوق في خلال لا وقت تقريبا. رقم اتنين الدباسة اللي كنا جبنا صورتها، ان الدباسة دي زي ما حضرتك شايف الخط الاسود اللي في نص دي السكينة اللي بتقطع، ولو تبص اهم التركبة يمين تلات دبابيس يمين وتلات دبابيس شمال، ولو تلاحظ مترتبين بطريقة معينة بحيث هو التسريب كان بيحصل زمان ازاي، ان دبوس يفك من مكانه كده قدرا. النهارده الدبابيس بقت مترتبه في ثلاث صفوف، فلو فك واحد ورا الثاني فك الثاني ورا الثالث، زي ما يكون بالظبط كم بالجاكيته مخيطه ثلاث صفوف خياطه، فصعب ان الثلاثه يفك في وقت واحد. وعشان كده اصبحت هذه العمليات بتجرى بنسب امان 99.5%، بتعطي نسب شفاء للسكر من النوع الثاني المصحوب بسمنه فوق 20 كيلو من 80% ل 100%. الاعراض المصاحبه للسكر تكاد تقف عند حدها ولا تزيد بنسبه 100%. فنقول للعيانين مبروك عليكم النعمه اللي ربنا سبحانه وتعالى انعم عليكم بيها، وهي نعمه جراحات السكر والسمنه. الامان اللي بقى موجود في هذه العمليات امان متميز للغاية، وأنا بيسعدني فرحتك، فرحة حضرتك بدرجة الأمان، بدرجة التقدم في الإكويبمنت، في درجة التقدم في التكنولوجيا، في درجة التقدم في التخدير. دي فرحة دايما، يعني دايما حتى كمان الجراحين المصريين فيهم الحتة دي، في الإيموشن، إن أنا نفسيا ببقى فرحان للمريض. طبعا طبعا، أمراض كانت مستعصية وبتؤدي إلى كوارث طبية لسنين طويلة، فاهم قصدي؟ إن ربنا النهاردة يطلع لنا جراحات لها، وهذه الجراحات زي ما حضرتك شايف بنسب أمان 99.5%، وبأحدث تكنولوجيا زي ما حضرتك شايف على الشاشة، استعراض على الشاشة جميل للدباسات، وإزاي الشركات دلوقتي قدرت تطور نفسها بدباسات حديثة تصل نسب أمانها إلى 99.5%. فطبعا ديت نعمة من الله، ببقى عايز أزعق بأعلى صوتي وأقول للمرضى بتوع السكر والسمنة هنيئا لكم بنعمة ربنا عليكم، إن بعت لكم سيف بطار اسمه جراحات السمنة والسكر للشفاء من هذه الأمراض، وبنسب أمان تصل إلى 99.5%. لماذا تصف دائما عملية تحويل المسار تحديدا، أو حتى ثنائي التقسيم، بأنها عملية تحمي نفسها بنفسها؟ إيه التعبير ده؟ أيوة، إحنا قلنا إيه؟ أنا قلت جملة قبل كده، أن عملية التكميم عملية رائعة وجميلة، ولكنها تريد من يحافظ عليها. تحتاج المريض لازم يديني الوعدين اللي قلت عليهم، أكل سكريات بصورة معتدلة، وإن أنا أول ما أشبع أوقف. عمليات تحويل المسار بأنواعها هي عمليات تحافظ على نفسها ضد طيش المريض، ضد رغبات المريض، ضد شطحات المريض، ضد لحظة تهور المريض، لحظات تهور المريض، عزومة يتعزمها المريض، أيوة، ضد طيش المريض. ليه؟ لأن هذه العمليات بتعمل إيه؟ أولا بتقلل الضغط جوه المعدة، فالمعدة ما بتوسعش مع الوقت حتى لو حاول يلغ زيادة. رقم اتنين إنها بتقلل امتصاص السكريات والدهون. رقم تلاتة إنها بتغير في الوضع التشريحي والهرموني للجسم، فأنت غصب عنك طلع عندك هرمونات نافعة، قلت عندك هرمونات ضارة، السكريات والدهون ما بتمتصش بنسبة 5. ده كل ده في تحويل المسار. طبعا، فعملية تحويل المسار بأنواعها، فحسب بقى نوعها. فأنت أصبح عندك هرمون الجوع بيقل، كمية الأكل بتقل، امتصاص سكريات الدهون بيقل، وبيطلع هرمونات تنشط البنكرياس، فأنا أحدثت ثورة عارمة داخل جسمك تقيك من شطحاتك. حتى لو كلت شويه سكريات زياده بتحتملك العمليه، حتى لو لغيت شويه زياده مش هتوسع لان الضغط جواها واطي. فاذا فهي عمليات تحتمل. عشان كده المريض يقول لي ايه؟ دكتور ياسر انا شخص منظم واوعدك ان اكل سكريات بصوره معتدله واما اشبع اوقف نعمل لك تكميم. دكتور ياسر انا شخص فوضوي وشخص شهواني في الاكل وشخص ما عنديش التزام باي شيء وانا شخص غير مرتب وحياتي بايظه، اقول له انت وضعيف قدام السكريات، وضعيف قدام السكريات وبوعد وبخلف، بفرح لما المريض يبقى صريح معايا، اقول له خلاص انت ليك بقى تحويل المسار. هذا المريض الذي ربما يعاني ايضا من سكر، ربما يعاني ايضا من انه خايف، واحنا بنتكلم على الاكويبمنت، نتكلم على فريق عمل، تكلفة، وهنا تبدو
السؤال واضح جدا ان لازم اؤكد على الحمله القوميه للسكر والسمنه. بالظبط. والجزء اللي كان بيخوف كثير من المرضى يقول الكلام ده عجبنا جدا، بس نخشى ويرتبط في ذهن البعض ان عمليات للاغنياء. خالص الكلام ده انتهى تماما. النهارده هذه العمليات الحمد لله سعرها في المتناول، واحنا في برنامج حضرتك المحترم عملنا حمله قوميه حقيقيه لمحاربه الاسعار، وبنوفر العمليات للناس بسعر يكاد يكون سعر التكلفه. ممكن ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا ويقف جنبنا، عشان بنقف جنب الناس، لان المريض اللي عنده سمنه وسكر هو مريض في محنه، في مريض في محنه، واحنا نقف جنبه، ربنا يقف جنبنا سبحانه وتعالى، انه فعلا مريض غلبان يستحق ان نقف جنبه ولا نثقل عليه من الناحيه الماديه، ولا تكون الناحيه الماديه عائق، لان الطب في الاساس هو رساله انسانيه قبل ان يكون مهنه للتكسب يعني. وخصوصا انه كثير جدا من مرضى السمنه والسكر فعليا اقتصاديا بيبقوا بسبب كمان المرض نفسه، ما هو المرض نفسه كان عائق امام عملهم. ده شيء مهم بتضعه في الاعتبار. كثير جدا من منظومات الدول دلوقتي حط السمنة والسكر أو السمنة تحديدا على أنها مرض يؤثر على الاقتصاد والدخل القومي العام. مفيش كلام، مفيش كلام. واحنا الدولة المصرية الحمد لله عندها توجهات على أعلى مستوى على هذا الموضوع، موائمة مع العالم كله الحمد لله. يبقى أنه هسأل حضرتك السؤال اللي نختم به، ما هو اليافطة المسج اللي نقول اليافطة اللي تتحط فوق المكتب عشان كل مريض سمنة وسكر، المرة دي بقى سكر، نوصلها حضرتك؟ السمنة والسكر ومتلازمة الأيض هي مجموعة من الوحوش الكامنة جواك التي ستقضي عليك يوما ما. حضرتك ربنا سبحانه وتعالى بعت لك سيف، بعت لك سلاح بطار قادر بإذن الله تعالى على شفائك وعلى بفضل الله طبعا وعلى خلاصك من هذه الأمراض بضربة واحدة اللي هي عمليات السكر والسمنة. لا تتردد وخد قرارك وربنا يكرمك إن شاء الله. كالعادة السمنة لأنها وباء خطير ولأنها مرض مزعج جدا في حد ذاتها، كونها لوحدها أو معها مرض آخر زي السكر أو الضغط، خلقت له جراحة تقديرا لهذا المرض، خلقت له الجراحة فضل ربنا سبحانه وتعالى. العلم ربنا أوهبه للناس بجراحة عشان يبين لنا قد إيه خطورة هذه السمنة وخطورتها، لدرجة أن حلها قد يصل في بعض الأحيان إلى الجراحة. طبعا الاسم الكبير ضيف العزيز الأستاذ الدكتور ياسر عبد الرحيم، أستاذ جراحات السمنة والسكر والمناظير بكلية الطب جامعة عين شمس، والأستاذ بقسم جراحات السمنة والسكر بكلية الطب جامعة عين شمس، عضو الاتحاد العالمي لجراحات السمنة الإفسو، وعضو الجمعية المصرية. نورتنا وشرفتنا وشرف لينا دائما وجودك معنا. شرف لي يا فندم، ربنا نورت الناس. خليكم دايما معنا. سحر.